مرحبا بحضراتكم. يمكن التقرير يعني بيتكلم او بيقول حاجات كتيره ممكن ان احنا نختصرها طالما حضراتكم اتفرجتوا عليه، بس اللي نقدر نقوله ان احنا كاهلاويه او ككيان نادي اهلي اكيد بيكون فخور باي ابن ليه ان هو بيفوز ببطوله وبيرفع اسمه يعني في اي محفل كمان سواء محلي او دولي، واكيد احنا بيكون في دعم من النادي الاهلي وبيكون في جماهير ورا كل بطل. خلينا نرحب بابن من ابناء النادي الاهلي ورمز مصري، خليني اقوله كمان افريقي في لعبة تنس الطاولة، هو السيد لاشين. يا كابتن صباح الخير. صباح النور يا فندم، نورنا. انت جاي لسه صاحي؟ لا والله صاحي من بدري، انا بصحى عادي. سعداء لوجودك معانا، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ زي الفل. يعني بعد ما تابعنا التقرير ده ملهاش حل غير ان احنا نسالك السؤال اللي يبدو منطقي جدا في حالتك، بعد اللي حصل ده كله، بعد النجاحات دي كلها وبعد مشاركتك وحصولك على العديد من البطولات سواء محلية أو عربية أو أفريقية، ليه خدت قرار الاعتزال؟ لا هي كانت أسباب كتير، بس يعني أنا حسيتها كده في الوقت ده إنه يعني ليس في الإمكان أفضل مما كان. يعني الحمد لله الواحد حاول يجتهد مع المنتخب ويقدر يعمل نتائج اللي هو عملها، بس مش هقدر أفيد غير نفسي، تمام؟ وممكن ساعتها لو فدت نفسي زيادة ممكن الأجيال اللي طالعة ورايا تتأخر شوية، فهيبقى الموضوع صعب عليهم ان هم يقعدوني او ان انا ما العبش. بس الحمد لله لقيت في بكورة خير، عندنا محمد البيلي، العصر، عندنا محمد شومان، دول اللي هم كانوا يعني محتاجين الخطوة دي، والحمد لله رب العالمين اثبتوا وجودهم. وفي كمان اجيال كمان طلعت بعد اعتزال، انا يمكن انا كنت نوعا ما عقبة بس في الموضوع، بس الحمد لله رب العالمين انا حاسس بالنجاح. بس عقبة؟ لا طبعا. عقبة ازاي؟ انا كبير سن، يعني انا امبارح الحمد لله رب العالمين 41، تمام؟ واحنا وحضرتك بالصحة والسلامة الله يكرمك، واحنا لعبة محتاجة خبرات كتير عشان تقدر تدي وتقف في مواقف صعبة. طب ما انت عندك الخبرات دي. ما هي موجودة عندنا بس مش موجودة عندهم. ايوه انا لعبك، احنا وقفنا بس عند حتة انت ليه عقبة في يعني عشان انا طول يعني بفضل الله طول ما كنت موجود في المنتخب انا كنت بلعب، واحنا اللي بيلعب في السكور ثلاث لعيبة، فكنت انا وكابتن احمد صالح نجم الزمالك وكابتن عمر عصر كان لعيب معانا في النادي الاهلي وطبعا نجم كبير وما شاء الله تاريخ يعني، وعمر محترف في فرنسا دلوقتي، فاحنا الثلاثه اللي هم 1 2 3 البيلي، محمد البيلي زميلنا في المنتخب تعب وشيء عشان ياخد مكان وحد يقعد شويه وحد ينزل شويه مكانه، فالموضوع صعب عندنا، الخبرات كتير محتاجينها كتير عشان تقدر تقف، لان انت بتقف لوحدك على الطاوله وبتاخد القرار طبعا بمساعده الجهاز الفني واللعيبه والزملاء بيبقى الموضوع اسهل شويه، بس برضه ستيل انت الوحيد اللي بتاخد القرار انت هتلعب فين وهتلعب ازاي والماتش هتمشيه ازاي، فالموضوع بيبقى صعب، فعشان يقدروا ياخدوا الخبرات دي انا حسيت ان الوقت ده مناسب بالنسبه لي اكتر. حاجة يعني نادرة الحدوث ان حد يفكر بجد، والله صح يعني حد يفكر بهذا الشكل في الغير، يعني دايما البني ادم بيفكر في مصلحته، ده اللي احنا نعرفه، بس يعني مش هنقول لك حاجة، خلاص اللي حصل حصل، اكيد كنا نتمنى ان انت تحقق مزيد من بطولات، ولكن خلينا نروح للتجربة بتاعة الاحتراف. تمام. ذكرت قبل كده ان تجربه الاحتراف لا تعيق برضو المسيره مع الاهلي. احنا يعني الكابتن اسطوله عندنا الاوبشن ده ان احنا ممكن نلعب باسم النادي الاهلي ونلعب باسم انديه تانية معاه وممكن اكتر من نادي كمان. فبالنسبه لنا انا دي الرياضه الوحيده اللي فيها مساحه اللي انت بتقوله ده ولا لا؟ في بعض العاب بس في حسب نظام الدوري اللي انت هتروحه، يعني احنا في دول مثلا فرنسا او المانيا دلوقتي ممنوع ان انت تلعب باسم دولتين، يعني تلعب في الدوري الفرنسي او تلعب في الدوري الالماني وما ينفعش تلعب باسم حته ثانيه. ده منطقي عشان نظام الدوري عندهم كده، تمام؟ احنا في دول تانية عندها الاوبشن ده ان احنا ممكن نلعب، بيعملوا نظام دورات مجمعه، فاحنا بنلعب هنا في الدوري عادي، الدوري المصري عادي كامل ما فيهوش حاجه، ونروح نلعب دوره مجمعه بتبقى بتنسيق مع لجنه المسابقات في الاتحاد، بيدونا المواعيد المناسبه لينا لان احنا في لعيبه كتير محترفه، يمكن 6 أو 7 لعيبه في مصر، فبينظموا لجنه المسابقات بتساعدنا ان احنا نظبط المواعيد بتاعتنا احنا هنا في مصر عشان تقدر تشارك هناك. عشان نقدر نشارك هناك، فبنروح الاسبوع 4 أيام 5 أيام حسب الدوري اللي انت بتلعب فيه، تروح تلعب الماتشات وترجع تاني وكأن شيئا لم يكن، بس اكيد بتستفيد بقى خبرات وماتشات زياده اللي هي اساس الرياضه، يعني اساس ان الواحد مستواه يزيد وخبراته تزيد المباريات، فانت دي بتزود جامد معانا يعني.
طب كابتن سيد، اكيد الناس برضو حابه بجانب ان هم يعرفوا عن الشق الرياضي يعرفوا الشق الشخصي لبطل من ابطالهم. معلش انت اسم برضو كبير جدا في، يعني كنت في الاهلي بجد في تنس الطاوله، فخلينا نعرف يعني انت دلوقتي كنت مع الرياضه بتشتغل، حاليا انت بتشتغل، يعني خلينا نعرف المسيره كانت ازاي مع الرياضه. انا موظف في شركه صن مصر للبترول، يومي الطبيعي بروح الشركة وأخلص وبعدين أروح النادي. يعني ده الشغل من زمان، من أيام ما كنت بتتمرن وبتروح بطولات ولا كان وقتها؟ لا، أنا الفترة الأخرانية يعني بس قبل كده كنت باخد أجازة بدون مرتب. زي ما بيقولوا كده صاحب بالين كذاب، وإحنا رياضة يعني محتاجة مجهود محتاجة زيادة، تركيز أكتر، فالموضوع بيبقى صعب شوية إن أنا أبقى قاعد من الصبح لحد الساعة 4 وبعدين أجي على التمرين ببقى مستهلك أصلا. فجربت الحكاية دي يمكن شهر، كان بعد ثورة يناير، من بعدها مفيش، ما حاولت التزم في الموضوع اكون موظف ورياضي ما قدرتش، ما ظبطتش معايا. بس دلوقتي الدنيا اسهل كتير يعني الحمد لله، برضو يعني اللود بتاع المنتخب اتشال شويه، المعسكرات والحاجات دي بقت اسهل شويه، مع النادي الدنيا ماشيه كويس الحمد لله، وما فاهم يعني المواعيد متظبطه بالنسبه لتمريننا وبالنسبه ان الواحد يقدر يحافظ على نفسه، الموضوع اسهل كتير قوي من قصه المنتخب يعني. جميل. طيب في كل رياضه عاده بتلاقي ان في دوله معينه او عده دول او منطقه معينه من العالم مميزه جدا في الرياضه دي بالتحديد، ففي حاله تنس الطاوله شرق اسيا، جنوب شرق اسيا ده من زمان، من قديم الازل يعني من الاربعينات او الخمسينات كده برضو، او حتى ساعة المصالحه بين امريكا والصين بسبب ماتش بينج بونج، الموضوع فرق جامد. لا معه. على ذكر الصين، الصين بصفة خاصة يعني تحس حتى اللعيبة بتوعهم عندهم ستايل مميز كده، حتى في مسكة المضرب، في نوع الضربات اللي بيعملوها، هم مع نفسهم قوي في الرياضة دي. مش مع نفسهم، هم ويبان ان هم مع نفسهم، هم الليفل بتاعهم هو مع نفسه، يعني هم واصلين الليفل كويس قوي، يعني حاجة غير الدنيا كلها. تمام. بس هم مش المفروض ان هم مع نفسهم، ده بالعكس، ده هم ابديتد بكل حاجه بتحصل في الدنيا. لا كلمه مع نفسهم، انا قصدي يقول لك الستايل بتاعهم مميز وعندهم قوه دايما في كل الاجيال اللي بتشارك في البطولات، عشان هم ابديتد باي حاجه بتحصل. هم مركزين مع العالم كله ومركزين مع نفسهم، يشوفوا ايه اللي بيتطبق بره ويعملوه لو في حاجه فيها فايده. يعني انا فاكر في مره كنت في الصين، والصين اللي هم يعني الليدر بتاع الدنيا كلها في تنس الطاوله، عندهم مدرب اللياقه امريكي، فمدرب الفتنس بتاعهم امريكي، فازاي وهم اساسا من زمان متميزين كده كده باللياقه، يعني سرعة جدا ولياقتهم جامده جدا، يعني بسم الله ما شاء الله مهتمين بكل التفاصيل اللي تستجد في عالم تنس الطاوله. اي حد هيجي منه فايده مش هيسيبوه، هياخدوه عندهم ويشوفوا ايه الميزه اللي عنده ويحاولوا يطوروا نفسهم بناء عليه. هي يعني الشكل البدني بيبقى ليه تأثير، يعني مثلا احنا لو هنتكلم عن الآسيويين الى حد ما شاطرين في الرياضة دي، هل ده لقلة او سهولة الحركة، سرعة الحركة، لان هم احجامهم اقل يعني من شعوب اخرى؟ يمكن مثلا على سبيل المثال انا هدي لك، عندنا مثلا هنا جودة ما شاء الله عليها من الناشئين، برضو حجمها صغير سريعة، فبتفكرني شوية بالستايل بتاعهم، يعني هل ده ما يميز فعلا؟ هو هي دي من اساسيات اللعبة، ان السرعة دي من الحاجات المهمة جدا لازم تبقى موجودة عند اللعيب، يعني احنا محتاجين سرعه وقوه ورد فعل وحاجات كتير محتاجينها، توافق عضلي عصبي، حاجات كتير احنا محتاجينها. بس ميزه اللي هم الصينيين او شرق اسيا عموما ان هم اجسامهم قليله شويه واسرع كتير قوي من اي حد، يعني مثلا اجسام الاوروبيه اقوى. تمام. يعني لو الاثنين في خناقه طبعا زي كده بروسلي فالموضوع بيبقى بالنسبه لهم اسهل كتير، ان هم لعبه محتاجه سرعه وهم اسرع، هي طبيعه الحياه عندهم كده. فالالمان مثلا او اللي هم الاوروبيين عامه عندهم مهارات اكتر، بس الصينيين اسرع كتير. احنا فين بقى من الاثنين؟ احنا ميكس شويه، يعني لا احنا سرعة قوي ولا احنا مهارات عاليه جدا، بس في كده السرعه دي ممكن الواحد يشتغل عليها
بحيث انه ينمي سرعته يطور من سرعته، ولا ده غير قابل؟ يعني ممكن انت يا اما سريع من نفسك في الاول يا اما لا. ممكن، بس انت اوريدي بيبقى يعني عندك نص المشوار انت مولود بيه، يعني في شرق اسيا انت من غير حاجه انت هتبقى سريع، فلما تيجي تنمي على 50% الموضوع هيوصل لرقم حلو. صحيح. انما مثلا احنا بيبقى الجسم وطريقه الحياه والعيشه والموضوع مختلف شويه، اوروبا برضو مختلف شويه، بس نوعا ما ان ساعات احنا عندنا في تنس الطاوله ساعات المهارات والخبرات والحاجات دي بتاثر شويه، بتاثر بالايجابي لو انت عندك الحاجه دي كويسه يعني. طيب عايز اسالك سؤال يعني ورد عليه منتهى الصراحه، دلوقتي لو اتكلمنا مع التطور اللي حصل واهتمام الدوله نفسها بالرياضه ربما فارق عن زمان، خلينا نبقى صراحه، واصبح دلوقتي في توجه ان الرياضه اساسيه ومش التركيز فقط على كره القدم، بقى في اهتمام برياضات مختلفه، واضح جدا نقدر نقول ان تنس الطاوله المصري يقدر حاليا يصل للعالميه؟ يعني احنا عندنا الكوادر، يعني ناشئين عندنا كويسين جدا وما عندناش نقص في فكره المهاره، هل احنا دلوقتي مع الاهتمام ده نقدر نوصل للعالميه بشكل افضل كتير كرانك؟ يعني هقول لحضرتك على يعني حاجه كده ايه بصراحه. تمام. الدوله مهتمه؟ اه مهتمه. كويس. وبتصرف؟ بتصرف، بس احنا ينقصنا التخطيط. التخطيط مش لا هي مهارة ولا هي صرف ولا يعني ولا إمكانيات. اللعيبة الحمد لله موجودين ومستواهم كويس ويقدروا، بالذات اللي هم الصغيرين. التخطيط ده يفرق جامد قوي. بمعنى ايه التخطيط بقى؟ يعني البلاننج اللي حاصل للعيبة نفسها، يبقى عارف ان هو الشهر الجاي هيبقى عنده كذا، الشهر اللي بعده هيبقى عنده كذا، المعسكر اللي بين البطولتين اللي هتمرن ازاي الفترة دي عشان المنافسات اللي عندي شكلها عامل ازاي، الحاجات دي كلها احنا نوعا ما مش يعني مش اقوية فيها. يعني انت عندك دولة ابتداء من رأس الدولة مهتمة بالملف الرياضة، وعندك وزارة للشباب والرياضة، وعندك اتحاد للعبة، وعندك مشكلة في التخطيط؟ وده كلام يبدو هو مش كلام، انت في حاجات عندنا بتحكمنا، يعني انا بتكلم على تنس طاوله يعني. اه طبعا كلام عليه هو بالتحديد. آه. موضوع الاحتراف ماله؟ تمام. انا بيبقى في بطوله وفي محترف، تمام، عندي ماتش مع النادي مثلا في حته الفلانيه او كده، فبيحصل زي ما قلت في الاول كده بيحصل هندله للموضوع ان احنا نحاول ننظمها، ده لو احتراف ونادي. انما لو احتراف مثلا مع المنتخب لا، الاولويه كده كده بتبقى للمنتخب، بس هي النقطة دي ساعات بتأثر على بعض المشاركات. ساعات احنا بيبقى مثلا عندنا ماتشات او حاجة وفي في المنتخب عنده ماتشات، فبيبقى غصب عن اللعيب بيقدر يلعب الماتش وجاري على المنتخب. فبيبقى ساعات ممكن يكون مستهلك او حاجة، في حاجة بتبقى جبرانة ان احنا نعمل كده. يعني اللعيب برضو لما يلعب هو بياخد فلوس من النادي وبياخد احتكاك وحاجات كتير المفروض انها في الاخر بتصب للمنتخب. فالنقطة دي بتبقى ساعات مثلا بعض ماتشات بتلاقي نفسك مستهلك شوية ان انت لعب هنا ولعب هنا ولعب هنا ولعب هنا. فدي نقطة. النقطة الثانية خلينا نتكلم احنا فين في تنس الطاولة. ماشي. يعني لو احنا هنتكلم كمصر احنا يعتبر من اقوى اخر ليفل 1 او احسن ليفل 2. تمام؟ اللي هم مثلا من نقول من ال 16 ال 17 كده، ده بما يرضي الله. تمام. السهوله ان يعني احنا نقدر نوصل مثلا 4-5 مراكز قدام، بس الفتره اللعيبه اللي بتقعدها في مصر لازم تختلف ويقعدوا بره اكتر، يلعبوا ماتشات اكتر، يلعبوا بطولات اكتر، يعني عشان يقدروا يعدوا الثلاث اربع مراكز اللي هم احنا عندنا المركز يعني بالموت بيطلع بالموت. واحد يسبق مركز في الرانكينج الدولي بيبقى الموضوع صعب جدا، فعشان يقدر يعمل الكلام ده تمام محتاج دعم كتير جدا والدنيا تبقى ماشيه معاه، يعني عارف هو هيعمل ايه، المنتخب كله مش واحد لان انت بتلعب بفرقه، فمحتاج القصه دي. اللي نجحت فيها نوعا ما هنا ما شاء الله عليها بجد يعني، بس هنا لوحدها مش كفايه. طبعا يعني هنا لوحدها مش جيل. طبعا يعني هنا وزملاتها احنا عندنا خامات كتيره كويسه، صغيرين واكبر من هنا شويه، ويمكن كمان في ان شاء الله مباشرين كمان اصغر من هنا، بس محتاجين التخطيط من بدري. يعني انا اقدر اقول انها نجحت عشان كان التخطيط من بدري قوي. اوكي. تمام. من وهي عندها 5-6 سنين اهلها ركزوا في الموضوع، ابتدت تنتج وابتدت تكسب بطولات وهي عندها 7 سنين و8 سنين، وده مش موجود عندنا اصلا ان حد يكسب بطوله 7-8 سنين. صح. لما ابتدت هي تكسب الموضوع اختلف،
احنا عندنا ناس تانية بتخطط تمام، وفي بعض عواقب كده وحاجات يعني بتبوظ الخطه اللي هم عاملينها، او الدنيا ما بتظبطش معاهم، فبيضطر يرجع خطوه لورا ويبتدي يعيد الموضوع من اول وجديد. فلازم كل المنظومه كلها تبقى ماشيه في اتجاه واحد. صحيح، عندك حق 100%، ونتمنى ان ده يحصل ويتحقق في اسرع وقت ممكن طالما عندنا كل العناصر متوفره زي ما انت كنت بتقول. كابتن سيد انت نورتنا، وسعداء جدا لوجودك معانا، وان شاء الله نرجع نلتقي معاك مره ثانيه على خير باذن الرحمن. ربنا يبارك فيك ان شاء الله كابتن سيد. واكيد كلنا ان الوضع يختلف، ولو حضرتك بتتكلم فعلا في نقطه، لان هي اعتقد نقطه مهمه جدا، نتمنى الوضع يختلف باذن الله، لان احنا زي ما قلنا احنا عندنا ناشئين يعني تحديدا في النادي الاهلي رائعين، فنستغل ده باذن الله الاستغلال السليم. احنا في النادي الاهلي الموضوع مختلف تمام، يعني احنا عندنا الخطه بتاعتنا طبعًا. يعني الجهاز الفني كله كامل عنده الخطه فالموضوع الموضوع الحمد لله في الاهلي تمام، يعني احنا بنكسب كل البطولات عشان مخططين لقدام شويه، حتى لما بيبقى في دروب او حاجه بنحاول نعدله عشان الدنيا تمشي. المنتخب اوريدي بيعملوا وبيجتهدوا، بس هي محتاجه زياده شويه، يعني محتاجه برضو شويه امكانيات زياده شويه في الالعاب. هي زي ما بيقولوا الطبخه الاخيره يعني، يعني دي بس شوية يمكن تمام جدا باذن الله ده يحصل. على كل حال هنروح بقى فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم الفقره الاخيره زي ما كنا بنقول، هنتكلم بقى عن كره القدم واكيد المونديال. اتفضلوا.